بسم الله نستعين وعلينا سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. المتابعين في كل مكان نحييكم من ميدان أبو سمرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث ننقل لحضراتكم وغاية على أشواط وفعاليات هذا السباق. المقام هنا على أرضية ميدان أبو سمرة في سن الفطمان في هذا الصباح الجميل، نسير بهذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول. الآن هذه الآن تتصدرات غايمة هذا الشوط، نسير مع المركز الأول. هناك يا سلام شاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله البهيري، بينما المركز الثاني هذه الآن الشاهينية سالم السيد سالم بن مهنا المحرمي مع المركز الثاني والمركز الثالث، وصول مع المركز الثالث بهذه لحظات. وصلت الان، تدخلت الان اللي هي الشاهينيه منصور بن خميد بن ذويب العامري، الشاهينيه رابعا للسيد سعيد بن محمد الكليل العامري. ولكن نسير مره اخرى الى مقدمه الشوط، نبحر بكم مع الشاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري. روح مع مقدمة الشوط، راحت بالفوز وراحت بالانجاز، ولكن هنا متواجدة الان، وصلت الان بهجة وصلت بهجة بهذه اللحظات. سالم بن محمد بن مهنا المحرمي راح بالفوز مع بهجة. الله الله الله، بدأت الان تبدع على مقدمة هذا الشوط. بهجه يا بهجه، راح بن مهنا مع الشوط الضباب، مع ملتقى الاحباب. سلام 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 يا المسعودي، سلام يا بهجه، سلام، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني شاهينيه خلفان بن سعيد عيلان المهيري، والمركز الثالث تدخلت فيلان هملوله حارب بن مغيل عميمي، رابعا سلطان بن خليفه سالمي الحميري. والتوقيت الزمني 2:08 30 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس للسيد سالم بن سيد مهنا سالم بن محمد بن مهنا المحرمي، من يقدم